ستيف سابيلا مصور في 24 من عمره من سكان شرقي أورشليم القدس، بدأ مشواره في مجال التصوير في سن 12. تلقى تحصيله العلمي في فن التصوير في مدرسة التصوير الواقعة في حي المصرارة في أورشليم القدس. في كل صورة يقودنا النور عبر الأماكن المضاءة والمظلمة والجميلة والقبيحة، في جميعها يغير الضوء درجات الألوان ويضفي عليها القوة والرقة بطريقة ستيف المميزة. الضوء هو العنصر الأساسي في التصوير، ويستعمله ستيف للتعبير عن مشاعره ومخاوفه، وخصوصا لبناء عالم جديد ينفرد به. تقرير أفي فارتس. شيء مثير هو من ناحية، مش ممل، عم لك بدور على شيء جديد، إيش زي كنا مغامرة، عم لك بدور على مغامرة في عالم أنا ببني، عم لي بنط على العالم تبعي، في شيء بمسكني عالم إلي، هذا إلي ولا حدا إله عندي فيه، بنط على العالم تبعي، عم لي بدور زي كني بسبح في العالم هذا في الضوء، جو روحاني، ضوء بحكمة. لما بديت أصور بشكل عام بديت ألاحظ إنه في صوري في دائما ضوء، فسنة سنتين بديت ألاحظ الإشي وحاولت إني أطوره، فلاحظت ما وصلت للتكنيكا اللي هي بتصور فيلم سلايد بتحمضه في النيجاتيف، اللي بيصير كل الألوان بتصير معكوسة، يعني بصير الأخضر لونه ماجنتا والأصفر بصير لونه أزرق والظل بصير أبيض، إلي ضوء، يعني عمالي بخلق ضوء مش موجود عينك بتشوفوش. بالأشعة الحمراء بالإنفراريد زي ما انتو بتعرفوا العين ما بتشوفش الإنفراريد بس الفيلم، فطلعت من المنطلق هذا انه العين ما بتشوفوش، بدي أفرجي بالصور الضوء اللي ما بنشافش، ضوء زي ما هناك كان ضوء خلقت الضوء، هون برضو فرجيت الضوء اللي هو موجود بس العين ما بتشوفوش. الأشعة الحمراء الانفراريد فشكل عام كل انا بحب اصور كل شيء، شو معناته كل شيء؟ مش معناته اني بصور اي شيء، زي ما قلت قبل كل شيء له معنى، مثلا في الانفراريد ليش صورت شجر؟ انه الشجره بدي اخلي طلع الشجره منظرها الهيه، انه الشجر بخليني احس الروح والضوء اللي الشجره امتصته خلال السنين وهلا عماله بتطلع قدامي، فانا بوقف قدام الشجره بطلع ضوها بطلع روحها، فانا بحس في روحها ما اللي بصورها في هاي اللحظه، بس بديك اللحظه اللي خلتني اشعر انها موجوده. اللي بربط بين الشينا دول انه تنين بدور فيهم على الضوء، فالخيال خيال بالطريقتين هو الجسر اللي بربطني للصوره، وبدون خيال بقدرش اصور لانه مش شيء فيكس. زي ما أنا عايش في القدس بين يهود مسيحية ومسلمين وكل المشاكل اللي بتصير بأثر فيه، فهاي المشاعر هاي كيف بدي أطلعها؟ بدي أقعد أصيح في الشوارع، فلقيت بالفن طريقة إنه أعبر عن مشاعري، أعبر فيه عن الجمال، أعبر فيه عن الدين، مش معناته أنا ديني أو إشي، بس بدي لقيت طريقة والفن خلاني ألمس الجمال وأشعر في الدين وأسأل الأسئلة، هذا موجود هذا مش موجود، منين كل هذا الجمال جاي، منين كل هالقوة، منين هالضوء، مين جايبه؟ فتقدر تقول انه صور بتلمس للدين، بس مش دين من ناحية دين بس من ناحية فلسفية أكثر، فلسفة انه كالله زي ما بقولوا اتموسفير جو، انه واحد يدخل يقول جو هداوي جمال روحاني
ضوء، يحس انه موجود بعالم جديد، والعالم تبعي هذا تبعي، وانا عمالي هلا بقول له خذ طلع العالم لمده 15 دقيقه. ليش بصور الضوء؟ ليش افشد هذا مجالي الضوء؟ اعرف شنك الروحانيه، بعدين حبي ل حبي للط... مش للتصوير، للاشياء اللي بصورها. بالنسبه للروحانيه والحب اثنين بكملوا بعض، يعني اثنين بس بنكسر. فالحب لاعرف ان ايش هذا متكون وليش متكون، وكل الاسئله هذه بخليني ادور وين الضوء موجود.